حياكم الله إلى التفاصيل برعاية ملكية سامية انطلقت صباح اليوم أعمال الدورة الحادية عشرة لمعرض سوفيكس 2016 المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة والأمن القومي وذلك بحضور ممثلين عن 54 دولة تفاصيل أوفى في التقرير التالي 105 وفود من 54 دولة شاركوا في أول فعالية لسوفيكس 2016 مؤتمر قادة قوة العمليات الخاصة تحت عنوان قوة العمليات الخاصة وبيئة التهديدات الهجينة الناشئة بحضور مندوب جلالة الملك عبد الله الثاني سمو الأمير فيصل بن الحسين ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن مشعل محمد الزبن ورؤساء الأركان من الدول الشقيقة والصديقة وفي كلمة لجلالة الملك القاها نيابة عنه رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن قال فيها: إن التحديات المتواصلة التي تواجهنا الأردن ليس استثناء منها حيث أنها تتطلب القيادة والالتزام والرؤية والتعاون مؤكدا أن الأردن زود قواته المسلحة بأحدث المعدات. واوضح الزبن ان الاخطار التي نواجهها حاليا هي اخطار هجينه وانه لا يوجد اصعب من الخطر الذي يشكله الخوارج مشددا في هذا الاطار على اهميه تطوير العمل الاستخباري بين الدول وان الخطر يزول عند توحدنا وتطورنا مدير عام معرض سوفكس عامر الطباع تحدث خلال كلمته ان الاردن مدرسه للعمليات الخاصه في منطقه الشرق الاوسط لا سيما بعد مشاركته في التحالفات الدوليه للقضاء على الارهاب مضيفا ان الهدف في سوفيكس يتمثل بتعزيز التعاون والجهود المشتركه في محاربه الارهاب ونشر الاستقرار وهو عمل جماعي تم والحمد لله صباح اليوم اه افتتاح مؤتمر سوفيكس وهو المؤتمر المميز برسالة الأردن ورسالة التحاور ورسالة السلام بكرة إن شاء الله يتم افتتاح المعرض والإقبال على المعرض والمؤتمر كان كبير ومتزايد محاور عديده تمت مناقشتها في المؤتمر الذي اشتمل على عقد عده جلسات وورشات عمل ناقشت احدث ما توصلت اليه شركات الانتاج في الصناعات العسكريه وفي مهمات العمليات الخاصه بمجالات مكافحه الارهاب والتدريب والتاهيل والتنظيم وتكنولوجيا المعلومات في جيوش الدول المشاركه في المؤتمر طبيعي مهم جدا ان نعرف انه مؤتمر سوفكس في المملكه الاردنيه الهاشميه هو يعني يصنف الاول عالميا في المعارض الدوليه وانعقاده في الظروف الاقليميه والبيئيه المحيطه في الحقيقه هذا دليل واضح على الثقه الدوليه التي تثق فيها المجتمع الدولي بالامن والاستقرار في المملكه الاردنيه الهاشميه القوات المسلحة الأردنية هي المعنية في الحقيقة في تنظيم هذا المؤتمر نظرا لاحترافيتها في هذا المجال وكما تعلم بأن القوات المسلحة تواصل الليل بالنهار لتأمين عام الأمن والاستقرار المملكة الأردنية الهاشمية هذا المؤتمر ضم عددا من قادة العمليات الخاصة وسلاح الجو والأجهزة الأمنية وكبار الضباط في القوات المسلحة ومن مختلف الأجهزة العسكرية والامنيه من الدول الشقيقه والصديقه للعمل على بناء جسور التفاهم والتعاون لتوطيد السلم العالمي علي الاعرج رؤيه احبطت قوات حرس الحدود محاوله تسلل الى دوله مجاوره لشخص يحمل جنسيه اجنبيه وفق ما صرح به مصدر عسكري مسؤول في القياده العامه للقوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي وقال المصدر ان الشخص حاول اجتياز الحدود الاردنيه باتجاه احدى الدول المجاوره بقصد التسلل وتم تطبيق قواعد الاشتباك ما ادى الى القاء القبض عليه وتحويله الى الجهات المختصه أقرت اللجنة القانونية في مجلس العيان مشاريع القوانين المعدلة لعام 2016 لتتفق مع التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً وكما وردت من مجلس النواب. وأقرت اللجنة التعديلات التي أقرها النواب في جلسته السابقة لتتفق هذه القوانين والتعديلات الدستورية التي صدرت إرادة ملكية بالموافقة عليها. من جهة ثانية ردت اللجنة مشروع قانون الأرصاد الجوية لعام 2016 موافقة بذلك. ذلك قرار مجلس النواب. رعت سمو الاميره ريم علي الاحتفال الذي نظمه مكتب اليونسكو في الاردن احتفالا باليوم العالمي لحريه الصحافه الى جانب الحلقه النقاشيه التي اقيمت على هامش الاحتفال في الهيئه الملكيه الاردنيه للافلام بعنوان الوصول الى المعلومه والحريات الاساسيه هذا من حقك. المزيد في التقرير التالي. على الرغم من التقارير والدراسات التي تؤكد بأن حريات التعبير والإعلام في الأردن تسجل تراجعا إلا أن الحكومة ترى عكس ذلك حيث أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني إن هناك مستوى متميزا من حرية التعبير والإعلام في الأردن التقارير التي صدرت مؤخرا تشير إلى تقدم الأردن باتجاه إيجابي فيما يختص بحرية الإعلام وحرية التعبير وصحيح احنا لازلنا بحاجه الى مزيد من الخطوات على هذا الطريق وعشان هيك ضروري انه يكون في مزيد من الحوارات واللقاءات لتتحدث عن هذا الامر تشريعاتنا جيده ومتقدمه لكن هذا لا يعني اننا يجب ان نتوقف او لا نستمر بالحديث عن ضروره تطوير هذه التشريعات المشاركون في الجلسه التي ناقشت حق الحصول على المعلومه اجمعوا على ان العديد من التشريعات بحاجه للتعديل وخاصه تلك التي تقيد الحريه وتبيح اعتقال وتوقيف الصحفيين على مجلس النواب والحكومه الاتفاق على تعديل بعض التشريعات القديمه جدا اللي اصبحت ما بتناسب العصر الحديث خاصه فيما يتعلق بالاعلام الالكتروني والمواقع وتشيل العقوبات السالبه للحريه. العالم الان بيتجه الى التحول من حتى في قضايا الذم والقدح الجنائي الى الذم والقدح المدني. الاعلام الحر والمستقل هو لبنة اساسية في عملية الديمقراطية والتنمية المستدامة، ولذلك لابد من توجيه كل المساعي والجهود لتذليل الصعوبات والتحديات التي تقيد الحريات. امين سليم رؤية في الاراضي المحتله بدات صباح اليوم في محاكمه جندي احتلال يحمل الجنسيه الفرنسيه متهما بقتل الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح شريف وتلت المحكمه العسكريه التي تكونت من ثلاثه قضاه عسكريين تلت بيان الاتهام بحق الجندي الذي كان يرتدي الزي العسكري وكان جندي الاحتلال اطلق في الرابع والعشرين من اذار الماضي رصاصة على رأس فلسطيني جريح كان ممددا على الارض بمدينة الخليل المحتله. يشار الى ان هذه هي المره الاولى منذ عام 2004 التي تقدم فيها لائحة اتهام تشمل تهمة القتل غير العمد ضد جندي اثناء نشاط عسكري وذلك رغم سقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين في عمليات اعدام تمت بدم بارد. ارتكبها جنود الاحتلال بدعوه من نادي الاسير وهيئه شؤون الاسرى والمحررين شارك عشرات الفلسطينيين والناشطين في مدينه رام الله اليوم بوقفه تضامنيه مع الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال ورئيس الهيئه العليا لمتابعه شؤون الاسرى قال ان هذا الاعتصام يهدف الى ايصال رساله لكافه المؤسسات الحقوقيه الدوليه بالتدخل لانقاذ حياه الاسرى المضربين عن الطعام موضحا ان هناك اصرارا من قبل اداره مصلحه السجون وحكومه الاحتلال على ان يرتقي بعض اسرى او بعض الاسرى شهداء اضافه الى عدم الاستجابه لمطالبهم بتحديد سقف زمني للافراج عنهم الاسري المضربين اضراب مفتوح عن الطعام وعددهم داخل السجون الاسرائيليه الان سته من الاسري اربعه من هؤلاء الاسري مضربون ضد سياسه الاعتقال الاداري واثنان منهم مضربون واحد ضد سياسه العزل الانفرادي والاخر منصور موقد مضرب ضد سياسة الإهمال الطبي المتعمد على رأس هؤلاء الأسرى المضربين الأسير سامي الجنازري في يومه الثامن والستين وهو في أوضاع صحية خطيرة للغاية وتم تقديم طلب التماس في العاشر من هذا الشهر من أجل طلب الإفراج بس عنه بسبب سوء حالته الصحية ولكن يبدو أن هناك مماطلة إسرائيلية في عدم الاستجابة لمطالبه كذلك الأسيران أديب عاصي وفؤاد مفارجة اللذان يعانيان أيضاً أوضاع صحية خطيرة في يومهما الثامن والثلاثين في معركة الأمن الخاوية داخل السجون الاسرائيليه فؤاد له اليوم 37 اليوم دخل في اليوم 37 للاضراب ومضرب عن الطعام وعن كل شيء عن كل المدعمات وفقط بي يعني بيتغذى على الماء فقط نسعى برضو بدورنا للجهات الرسميه انها توقف معنا يعني في لانه يعني الشيء الشعبي هو فقط احتضان نفسي للموضوع لكن نتمنى انه الجهات الرسميه تقوم بدورها بشكل افضل من هيك رغم مرور تسع سنوات على الانقسام الفلسطيني وجهود المصالحه الفلسطينيه بين حركتي فتح وحماس وتشديد الحصار الظالم، فإن الغزيين يترقبون بصيص امل في الخلاص من معاناتهم، ياتي ذلك في وقت صعدت فيه آله الحرب الاسرائيليه من هجماتها على القطاع بعد اكتشاف نفق يصل غزه باسرائيل. على حبل رفيع بين الحلول السياسيه والعسكريه يتراقص مصير قطاع غزه الذي يقف على قدمين غير ثابتتين تسوقهما محاولات عربيه لدعم المصالحه الفلسطينيه مع توالي جولات المصالحه التي لم تخرج من الحلبه رافعه رايه المصالحه الفلسطينيه رغم مرور تسع اعوام على الانقسام. نحن كفلسطينيين غير معنيين باي تصعيد ولذلك الكره هي في ملعب الاحتلال. ونؤكد في ذات الوقت ان الفصائل الفلسطينيه هي على اتم الجاهزيه للدفاع عن شعبنا الفلسطيني في حال وجود اي تصعيد اسرائيلي. فيما يتعلق بملف المصالحه حماس جاهزه لمواصله لقاءات المصالحه في الدوحه او غيرها وحماس تم التوصل في اللقاء الاخير في الدوحه الى تفاهمات بين كلا الطرفين حماس وفتح والان مطلوب متابعه هذه التفاهمات للتوصل الى اتفاق ونحن بانتظار عقد لقاء جديد نحن لن نتجه باتجاه مصالحة كما لم نتجه باتجاه حرب واسعة في الغالب الحالة الإهمال لقطاع غزة والإغلاق والعزلة عن العالم ستبقى إلى أطول مدى ممكن خلال الأيام القادمة وعلى ما يبدو فإن ما يفرضه الواقع الأمني الميداني قد يدفع بخطورة صوب أفعال إسرائيلية وردود أفعال من قبل المقاومة الفلسطينية بعد إعلان إسرائيل عن اكتشافها أنفاق للمقاومة وتنفيذها عمليات عسكرية في مناطق مختلفة ما طرح سؤالاً هل حان وقت تنفيذ إسرائيل لضربتها القاضية ضد القطاع؟ حسب ما أرى أن إسرائيل ستسخن الأمور على جبهة قطاع غزة لكي تتهرب من مسؤولياتها الدولية خصوصاً أن هناك في القريب هناك مؤتمر دولي في فرنسا وهذا سيضع إسرائيل على المحكية وأمريكا وإسرائيل في العادة عندما يعني تكثر عليها الضغوط الدولية والإقليمية تلجأ إلى الهروب منها بسفك الدم الفلسطيني. وبينما توصي به بعض المستويات في إسرائيل بضرورة تقديم تسهيلات للقطاع بما فيها التعاطي مع الطروحات التركية بإنشاء ممر بحري ورفع الحصار وبينما يفرضه المستوى السياسي اليميني الذي ما زال يمسك بيديه مصير القطاع تبقى السيناريوهات مفتوحة وبكل الاحوال فان اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي قد يطرح اوراق المصالحه على الطاوله من جديد مما قد يبحث افقا جديدا للحلول في قطاع غزه. منعك القناه رؤيا غزه فلسطين. فرنسا تتخذ اجراءات لمراقبه العائدين من القتال في سوريا، احتفالات بذكرى النصر في روسيا، هذه الاخبار وغيرها الكثير في جولتنا حول العالم. قتل ثلاثه اشخاص على الاقل واصيب عدد اخر جراء تفجير انتحاري وقع في العاصمه الصوماليه مقديشو قرب مقر لشرطه المرور في ساعه مبكره من صباح اليوم التفجير الذي اسفر عن مقتل ضابطين واصابه ثلاثه على الاقل اعلنت مسؤوليته حركه الشباب المتطرفه المتصله بتنظيم القاعده أكد مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي أن دولته ستراقب عن كثب الذين يميلون إلى التطرف في فرنسا والتصدي للأزمات التي تغذيه جاء ذلك خلال إعلانه في البرلمان الفرنسي عن إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب وأوضح فالس أن فرنسا ستعتمد قانونا جديدا لمراقبة العائدين من القتال في سوريا وأنه سيتم اعتماد برنامج الحد من التطرف ليدخل حيز التنفيذ وسيستهدف هذا البرنامج السجون والمراكز التعليمية والإعلام وانه سيتضمن اول مركز لرعايه المتطرفين التائبين في كل منطقه أعلن حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية والمنعقد في بيونغ يانغ أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون أصبح رئيس الحزب وكان كيم يشغل من قبل منصب الأمين الأول للحزب انتخاب أون جاء خلال أول مؤتمر انعقد للحزب في البلاد منذ 36 عاما ليصبح كيم يشغل أعلى منصب في الحزب قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان بلاده ستكون بامان ببقائها ضمن الاتحاد الاوروبي اما اذا اختارت الخروج منه في استفتاء الثالث والعشرين من حزيران المقبل فان السلام في اوروبا قد يكون مهددا واضاف كاميرون في خطاب القاه في المتحف البريطاني في لندن ان الاتحاد الاوروبي ساهم في مصالحه بلدان خاضت حروبا طوال عقود في اشاره الى النزاعات التي هزت اوروبا خلال القرون السابقه احتفلت روسيا بالذكرى الاحدى والسبعين للنصر على المانيا النازيه في الحرب العالميه الثانيه وانطلقت الاحتفالات من الساحه الحمراء في قلب موسكو وخلال الحفل دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمه بهذه المناسبه الى اقامه نظام دولي جديد يكفل الامن للجميع كما شكر بوتين شعوب بريطانيا وفرنسا والولايات المتحده على اسهامها في الانتصار العظيم وشكر مناهضي الفاشيه الذين قاوموا النظام الفاشي في مختلف البلدان بما فيها المانيا نفسها حياكم الله من جديد في المحليات قال رئيس مجلس العيان فيصل الفايز إن جلالة الملك وعلى خطى القادة الهاشميين يعمل من أجل بناء الدولة الأردنية العصرية الحديثة في مختلف مجالات التنمية الشاملة وإرساء العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والأجنبية وأضاف الفايز خلال كلمة له في احتفال نظمته مديرية وجمعيات تنمية شرق عمان بمناسبة مئوية الثورة العربية الكبرى أضاف أن الإصلاح في الأردن متدرج ونابع من قيمنا وحاجتنا أو عفوا وحاجاتنا وهو إصلاح تتوفر له الإرادة السياسية القوية الأمر الذي مكن الدولة من تنفيذ إصلاحات واسعة وشاملة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية إن هذا الحمل الأردني الهاشمي العربي آمن بالمبادئ والمثل العليا التي قامت لاجلها الثوره العربيه فقد شكلت وحدتنا الوطنيه وتماسك نسيجنا الاجتماعي ونموذجا وتمكنا من تحويل التحديات التي واجهتنا الى فرص حقيقيه للبناء الوطني في كافه المجالات اكد رئيس مجلس الاعيان السابق الدكتور عبد الرؤوف الروابده ان المملكه الاردنيه الهاشميه الوريث الوحيد والنتاج الحقيقي للثوره العربيه الكبرى التي كانت ثوره على الظلم والطغيان والقهر واخرجت العرب من الجهل والحرمان لتضع الامه على بدايه الطريق الصحيح لبناء امه عربيه قويه جاء ذلك في محاضره له القاها في جامعه اليرموك عقدت بالتعاون مع الملتقى الثقافي في اربد وبدوره رئيس الجامعه الدكتور رفعت الفعوري اكد ان الاردن كان وما يزال القاعده الراسخه التي حافظت على مبادئ الثوره العربيه الكبرى شاركنا مجموعة من في هذا المجال من الجامعات الأردنية ومن القطاعات المختلفة تناول محاور عديدة في مضامين وقراءة للثورة العربية الكبرى وهذه المسيرة المستمرة وجاء حقيقة تسميتنا لهذا المؤتمر النهضة العربية مسيرة دائمة تتويجا حقيقة لمسيرة الثورة التي تمثلها الدولة الأردنية منذ تأسيسها إلى الآن عبر سلسلة القادة الهاشميون منذ تأسيس إمارة شرق الأردن إلى الاستقلال الى تاسيس المملكه بجميع عهودهم منذ الملك العهد الملك المؤسس مرورا بالملك طلال الى الملك الحسين الملك الباني رحمه الله جميعا الى عهد الملك عبد الله الثاني الذي يعني توج هذه المسيره واستمرارا لهذه المسيره مسيره النهضه العربيه تم وضع حجر الاساس لمبنى قصر العدل في معان ايذانا ببدء الاعمال في انشائه لاصاره الى تجهيزه خلال العامين القادمين وذلك برعايه وزير العدل ووزير الاشغال العامه والاسكان تعددت الاسباب والتي من اجلها ارتات السلطات ضروره نقل مبنى محكمه معان من مكانه الحالي في وسط المدينه الى الاطراف أحدها هو ما شهده المبنى من اعتداءات متكررة أثناء الأحداث السابقة في المدينة إضافة إلى موجبات أخرى مختلفة أنشأت هذه المحكمة عام 1989 وكانت تضم محكمة البداية ومحكمة الصلح في مطالع الألفينات ضم إليها دائرة النائب العام ومحكمة السناف معان وأصبحت هذا المبنى غير قادر على تلبية متطلبات العمل القضائي حتى يتم العمليه القضائيه بمنتهى الشفافيه والعداله وبمهنيه عاليه. محافظه معان في امس الحاجه الى قصر عدل جديد حيث ان القصر القديم لم يعد يفي بالغرض المطلوب حيث انه يقع بين الاهالي وبالتالي اصبح موقعه غير لائق. <applause> اليوم وتحت رعاية وزيري العدل والاشغال العامة والاسكان وضع حجر الاساس لمبنى قصر عدل معان على المدخل الشمالي للمدينة وذلك بحضور عدد من المسؤولين والفعاليات الشعبية إذن ببدء المشروع المتوقع انهائه بعد عامين من الان مجموعة من المشاريع راح يكون في فرق كبير ما بين المبنى الحالي ومبنى محكمه معان الحاليه سواء من حيث الموقع ولا سواء من حيث الخدمات التي يقدمها او المساحات وسيلمس ان شاء الله اهلنا في معان وفي محافظه معان والمواطنين والمحامين والقضاء والمراجعين هذا الفرق الكبير ان شاء الله من حيث التصميم ومن حيث الخدمات التي يقدمها هذا المبنى المشروع تم تصميمه من خلال مستشار اردني حسب طلبات وزاره العدل وتم طرح العطاء من خلال وزاره الاشغال ذات العطاءات الحكوميه واليوم احنا الحمد لله عم في الوضع هذا الاساس في موقع المشروع تبلغ مساحة الموقع المخصص للمشروع 13 دنم بمساحة بناء تقارب 14 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تقارب 7 ملايين دينار وسيراع الطراز المعماري الحديث مع التركيز على الصبغة الشرقية للمباني وفق أحدث أساليب البناء والتقنيات الحديثة محمد دويرج رؤية بيوت قديمة مبنية بشكل بدائي من الحجارة والطين تنتشر في اكثر من مكان في محافظة الطفيلة هجرها ساكنوها بعد أن تهدمت أجزاء منها ولم يعد السكن فيها آمنا مزيد من التفاصيل في هذا التقرير تشكل منازل قديمة مبنية من الطين والحجار مصدر قلق وازعاج للمجاورين لها بعدما كانت ماهولة بالمواطنين الذين هجروها منذ عشرات السنين حيث اكد العديد من السكان المجاورين لهذه المنازل انها اصبحت بؤرا لتكاثر الافاعي والقوارض والحشرات الضارة والكلاب الضالة بالاضافة الى انها اصبحت ملاذا لاصحاب السوابق مطالبين بلدية الطفيلة الكبرى بايجاد حلول لمعاناتهم من خلال تنظيم حملات مستمرة لرشها والتخلص من القوارض إلى جانب العمل على ترميمها واستغلالها سياحيا بنعاني من الحشرات من الحيايا بنعاني هذا مرات بيصير وكر للهمل ولا فبنطلب من الجهات المعنية أنا سكروا تلقى لها حل هذه بتلم كل الحشرات والشغلات المضرة والحياة وكل شيء حتى الهمل بلتموا فيها رئيس بلدية الطفيلة الكبرى أشار إلى أن البلدية تحاول بالتعاون مع المواطنين حل هذه المشكلة من خلال هدم بعض هذه المنازل تقوم البلدية بالتعاون مع لجان السلام العامة في المحافظة بتحديد هذه البيوت ومحاولة هدم بعضها حقيقة الذي يشكل خطر على المواطنين ولكن هذا الكلام يعني مكلف للبلدية وقد يؤدي إلى تحمل نفقات عالية في حال أنه بدنا يعني نعمل حل لهذه الإشكالية في كافة مناطق البلدية بالرغم من الاجراءات التي اتخذتها بلديه الطفيله الكبرى الا ان التحدي يبقى بتوفير الميزانيه اللازمه لحل هذه المشكله نظمت وزاره المياه والري والتربيه والتعليم بالتعاون مع احدى المنظمات الدوليه حمله استهدفت عشرات المدارس في لواء صيفه بمحافظه الزرقاء للتوعيه بترشيد استهلاك المياه تفاصيل اوفى في هذا التقرير خمسون مدرسة في لواء الصيف بمحافظة الزرقاء شملتها حملة للتوعية بترشيد استهلاك المياه نظمتها وزارة المياه والري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة أوكسفام وزارة المياه والري سلطة المياه تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة أوكسفام العالمية عدد من البرامج في عدد من محافظات المملكة لنشر ثقافة الوعي المائي وتعزيز المحافظه على المياه وحمايتها من خلال توزيع عدد من البروشورات ودفات الرسم وتركيب قطع التوفير والفلاتر في مدارس المملكه الحملة شملت إلقاء محاضرات توعوية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتقديم مقترحات تدعم أفكار الطلاب في هذا المجال، وتوزيع بروشورات توعوية وعدد من القصص، بالإضافة إلى توزيع عدد من موفرات المياه، وتركيب فلاتر لتنقية المياه التي يشربها طلاب المدارس المستهدفة. لا تغفل وزارة التربية والتعليم عن هذا الموضوع في إرشاد الطلبة وتوجيههم إلى كيفية استعمال المياه ودائما نحرص على التعاون مع المنظمات من خلال وزارة المياه والري فجاءت المنظمة الأوكسفام المشكورة إلى مدرستنا وقامت بتوعية هؤلاء الطلبة إلى كيفية ترشيدهم للمياه هي حملة تهدف بالدرجة الأولى إلى غرس بعض الممارسات الإيجابية لدى الأطفال في بلد يعتبر من أفقر دول العالم من حيث المصادر المائية اشتكى مواطنون وسياح في لواء الشوبك من نقص الخدمات الأساسية التي لا بد من توفرها في قلعة الشوبك ما يجعل السياح والزائرين يعرضون عن زيارتها قلعه الشوبك تفتقر الى العديد من الخدمات الاساسيه اللازمه لكل زائر حيث ابدى عدد من المواطنين والسائحين استيائهم من قله الخدمات وتهميش المرافق العامه التي يحتاجها كل وافد اليها وتعد القلعة من أبرز المعالم التاريخية في الشوبك حيث تقع بالقرب من مدينة البتراء ومحمية ضان الطبيعية ما جعلها موقعا جغرافيا متوسطا وقريبا من الطريق الرئيسي النافذ فما هو إلا وجهة سياحية لكثير من السياح ومحبي البحث عن التاريخ لكن بعض المعوقات التي تجعل زيارة هذا المعلم أمرا محفوفا بالمصاعب لقاء السائح واكد المواطنون ان عدم الاهتمام بالقلعه وتهميش المرافق الضروريه لخدمه الزائرين سيلحق ضررا بتنميه المجتمع، ما يسبب عدم استفاده من الدخل الرافد من السياحه ويزيد من نسبه البطاله، فبوجود حركه سياحيه ستتوفر فرص عمل للعاطلين منه. عدم وجود مرافق صحيه بالقلعه حتى مركز الزوار يبعد تقريبا 500 متر عن الزوار والمعنيين اللي بزوروا القلعة في بعض الأجانب وعلى الأغلب كبار في السن ما بقدروا أنهم يقطعوا المسافة هذه حتى وصولا للمرافق الصحية الموجودة هناك نعمل من وزارة السياحة الكريمة وزارتنا الطيبة أنه تهتم في القلعة بالنسبة للترميم في داخل القلعة بكونها تعرضت لعدة انهيارات بسبب فصل الشتاء وهذه الانهيارات بتعرف بتقلل من عمر القلعه ويبقى السؤال حول اهتمام المعنيين بهذا الصرح السياحي الذي تحدى الحروب تاريخيا وظل شاهدا على الاحداث الماضيه ضمن احتفالات الاردن بمئويات الثوره العربيه الكبرى وما يتمثله او ما تمثله من قيم لتاسيس او من قيم تاسس عليها الاردن رفعت في مجمع الملك حسين للاعمال رايه الثوره العربيه الكبرى. نتابع المزيد في هذا التقرير. يفتخر الاردن هذا العام بمناسبه مهمه جدا بالنسبه الى الاردنيين وهي الذكرى المئويه لانطلاقه الثوره العربيه الكبرى جهات مختلفه تحتفل بهذه المناسبه ومنها مجمع الملك الحسين للاعمال الذي رفع رايه الثوره العربيه الكبرى في باحه المجمع نجتمع اليوم لنرفع رايه الثوره العربيه الكبرى ام رايات لنحمل من خلالها قيم الحريه والعداله والاستقلال والانتماء والبناء على النجاحات والانجازات وكلنا فخر باردن سطع نجمه من الثوره الى النهضه الى الدوله هذه المناسبة عززت مفهوم الوطنية والقومية وحفزت روح البناء والانجاز والاستمرارية والنهضة. يذكر ان مجمع الملك الحسين هو قصة نجاح اردنية اخرى. وصلت نسبة الاشغال فيه الى 100%، هذا المكان الذي يضم كبرى الشركات العالمية والمحلية من مختلف القطاعات. والان نترككم مع هذه المشاهد واللقطات بلا تعليق.